الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طالباتي الفصل الثالث، سنواصل درسنا في النحو في موضوع العلم. نبدأ مباشرة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمنا سابقا عن النكرة والمعرفة. النكرة اسم يدل على شيء غير معين، والمعرفة اسم يدل على شيء معين. فالعلم، ندخل الأمثلة. علي في الحديقة، جرت عائشة تجري السفن بين مصر وأوروبا، تشتهر أسوان بجودة الهواء، أسوان بجودة الهواء، لندن أكبر بلاد الإنجليزي. سافر أبي إلى دمياط مبادرا تنهقت إلى البحث. ننظر في الأمثلة السابقة فنرى أن الأسماء عدي وعائشة ومصر وأوروبا وأسوان ولندن ودمياط يدل كل منها على شخص أو مكان معين معروف لنا. فهذه الأسماء إذا معارف، هكذا. وإذا بحثنا في سبب كونها معارف جمع من المعرفة، رأينا أن الذي سمي كل شخص أو كل مكان أراد أن الاسم يدل عليه بعينه ويكون علامة له. إذن انظري إلى الأسماء: علي، عائشة، مصر، أوروبا، أسوان، لندن، ودمياط. هذه الأسماء أسماء من الشخص أو أسماء من المكان. علي شخص، عائشة شخص، مصر مكان أو مدينة، أسوان مكان كذلك، لندن مكان كذلك، دمياط مكان كذلك، هكذا. فعندما سماك أبوك قصد أن يكون اسمك خاصا بك. Okay. إذا نطق به أي إنسان فهم السامي أنك المقصود به دون غيرك. وإذا كان لك قط وسميته اسما فإن هذا الاسم يدل عليه ويعنيه ويعينه، وهذا النوع من المعارف يسمى علما. طيب، المراد من العلم هو الاسم من أي شيء. يعني الاسم nama yang spesifik. Okay. مثلا لي قط وأعطي له اسما غلوريا مثلا، فهذا القط وهذا الاسم غلوريا يكون علما، هكذا. كلمة غلوريا هذا من العلم، هكذا. وكذلك جميع المدن وجميع البلدان في الدنيا: ماليزيا علم، إندونيسيا علم، كوالالمبور علم، بيراك علم. لماذا؟ لأنه اسم من المكان. صوفيان، عمر، عثمان، كلها علم. لماذا؟ لأنه اسم من أسماء الشخص، هكذا. القاعدة من هذا الموضوع: العلم اسم معرفة. أوكي. العلم ليس اسما نكرة، ولكنه اسم معرفة سمي به شخص أو مكان أو حيوان أو أي شيء آخر. اسم، okay. اسم من الإنسان أو اسم من المكان، اسم من الحيوان أو أي شيء آخر. لكي مسترة هذا تؤتي لها اسما فيكون اسمها علم. إني مسترة أؤتي لها اسم روميو مثلا، فأدعو هذه المسترة بكلمة روميو، فروميو هذا اسم علم، هكذا. وما المهم من اسم العالم؟ المهم من اسم العالم إعرابه. أوكي. إعراب العالم، فإعراب العالم هكذا: هناك إعراب مثل علي وراءه ضمتين، فعلي يمكن أن يكون عليا ويمكن أن يكون علي. إذن هو يتبع الإعراب، يتبع إعراب الأسماء. أوكي. ولكن هناك مثل عائشة، عائشة
تغير رفع بالضم ولكن ينصب ويجر بالفتحة. مثلا إذا قلت ضربت عائشة هكذا، جريت بعائشة وليس هناك عائشتي هكذا. نعم، إذا هناك علام يتبع الإعراب وهناك علام ممنوع من الصرف مثل عائشة، لا يجوز أن نغير آخره إلا بالفتحة هكذا. مثلا بين مصر، الأصل منه مصر، أوكي، ولكن بين، هناك بين قبله فيكون مجرورا. متى يكون مجرورا؟ لا يجر بالكسرة بل بالفتحة. هذا المراد من العلم الممنوع من الصرف هكذا. لندن، وإذا قلنا ذهبت من لندن وليس من لندن. نعم، إذا هناك علم معرب وهناك علم ممنوع من الصرف، كمثل عائشة، عمر، عثمان هكذا، كله علم ممنوع من الصرف. يرفع بالضمة، ينصب ويجر بالكسرة هكذا. أكتفي بهذا القدر، هذا موضوع سهل. نعم، افهمي جيدا عن العلم وكذلك عن النكرة والمعرفة. نختتم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما نجاح في حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.